لا تخف، سوف تتحسن قريبا. أتسمحون لي؟ تفضل. ما وضع صحته؟ فعلنا ما بوسعنا والباقي على الله. عن ابنكم. تعال يا أيكز. أيكز هي حبيبة تورغوت. أتيت لأساعدكم وأطمئن عليكم. شكرا، فعلتم ما يكفي لأجلنا. ما هذا الذي تقولينه؟ بامسي ودوغان ذهبوا ليجهزوا خيمة لأجلكم، ستنامون فيها الليلة. أنا أفضل أن أبقى بجانب أبي اليوم. اذهبي لترتاحي، التعب واضح عليك. عندما يستيقظ أبوكم حتما سيحتاجكم. سأبقى بجانبه ولن أنام. هيا تفضلوا.